أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. أما بعد، يارمتي الله تعالى قين درسي حتى وسيل تدريس الفقه المنهجي لجلدي أول الله قريسة دهشتا وهشتين وصل موضوعي صلاة مسافر بوين بحثي مدتك مسافر أتواني لسفرة نجي قصرك وما نخويند هروا فاصلة كيشمان توزيع دهار جن لكتب وقالنا قين فيه يسل جلدي أول الله قريسة دهشتا وهشت أفرمي شرطی چوارم بو اوی که مسافر بتوانی نویجی لسفر قصر بکا ایجه الرابع ان لا یقتدیه به مقیم اقتدا به فردی مقیم نکات یعنی چی؟ یعنی اگر لحینی سفرکی نویجا که اخوینه لپشتی سری انسانه که خوی مقیمه نویج نکا اگر اخویندی نویجا که ایشی تواب کنه فان اقتدا به اگر اقتدای کرد به مقیمک وجب عليه أن يتابعه في الائتمام شنك إنما جعل الإمام ليؤتم به أجر اقتداء كرد بفردي مقيم واجب لسري متابعي بكاتب كوي تشويني لا تشيا لإتمامك ولم يجوز له القصر جائز نية قصر كردن بوي أميش تقريبا اتفاقي زناني لسري إمامي ابن قدامي حنبلي لا المغني ابن قدامة جلدي سيلا بريسة دوشلو شج أفرمي أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إقام الصلاة. أفرمي إجماع أهل العلم لسرة أجر مقيم مسافر اقتداي بيكرت وشي عفوا أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين من أجمعك برأم له كنت متقدم أو لا جمهوري لسر الجمهور يعني للرأي جمهوري زانيان دا أجر مسافر اقتداي كذا مقيم أشي نجاكي تمامك نزيق بأكثرية زانان إلا شان قولك مثلا أجر مسافرك بيشتر لسيركات اقتداي كرد بسياشوار اقتداي فكرك وتويك إلا ابن حزم يعني شون مثلا مزافرك بيشتل لسيركات مثلا لركاتي دو ما بي اقتدابك بمقيم يعني لركاتي أولا يتاوى تقريبا توائي زانان وتوان إلا ابن حزم ولقولك يتري شافر مي أقر ركاتي أدو ركات اقتداي فكرت لازم ابن حزم دو سيكاسي كيتر أتواني نوجك قصرك والله صحيح كامسة همان قولي شوار مذهب والجمهور ونزيق با اتفاق زانايا كمقيم اقتداي كرد شي مسافر اقتداي كرد بمقيم اشي نجاكي تاوكا دليل اشمان چيه الدليل خوي ذكر كده لكتبك تانا فاز اما لم جهته اما العكس اما عكس كيشي فلا مانع من القصر فيه عكس كي يعني هيج مشكلة يقنية كي اقا امامك مسافر كبيت مقيمك اقتداء بوكا حج مانع اغنيك مسافر شيبكا قصرك خويكا وهو ان يؤم المسافر مقيمين فله ان يقصر ويسن له اذا سلم على راس ركعتين ان يبادر المقتدين فيقول لهم اتموا صلاتكم فاني مسافر اما اتفاقي لسرو اما ابو ابن قدامه اجماع الى سنه الكردوك أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة إتمام الصلاة تام خلافك إلا سر نبو خب لراد سنة تشبك إذا سلم على رأس الركعتين أجا صلاوي دا ولسر دوركات كمسافرك صلاوي دا وصلاوي دا بيجشي أتم صلاتكم فإني مسافر شونك حديثك إلا سر حديثك جاء والأخوارها والديوتي جاء في حديث عمران رضي الله عنه السابقي ويقول
يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر، أو حديثي بان بكوتي غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وقت النجاكي أكد أي فنو صلاو أداوة يا أهل مكة صلوا، يا أهل البلد يا أهل مكة صلوا أربعا فإنا قوم سفر. أي مخوما مسافرين يواجه وركتاتهم بس أنا اتفاقي لسر دليل ما نشي أبو موضوعه، يعني دليل للسنة كمقيم مسافر أجي اقتداي كذب مقيم شين وجاكي تمام كوني شي أفرمي. دليل ذلك ما رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم، فقال تلك هي السنة. فسيارة عن كل ابن عباس هو مسافر چي يسي اگر خوي تنياب خويني دور كاد خويني بلام اگر لبشتي سري مقيمة كاد خوينيت اشين جاكي تمام كاد فرمي اما سنة. وهروها ام روايتي الروايتي كي تريج وارد بوا بلفزي عن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت أنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك السنة أبي القاسم. فرمي أما السنة في غمر خواز عليه الصلاة والسلام. أما بو أو مسافر كشي اقتداي كلب مقيم ابن عبد البر التمهيد جلدي شانزلا بري سيسدو بانزا فرمي قال أكثرهم أنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام. جمهور وأكثرية قريبة اتفاق زانين لسلما مسافر كاقتداء كل شيء نجاكي توقع. خب أما لباري أم موضوع أما مطلبي بعدي ثانيا الجمع مطلبي جمعة جمعة شيء جمعة وسائل دون ويش لكاتيك كابيكي باتفاق زانين جمع فقط بيني عصرني ورو ومغري وعيشة هس بإجماع زانين جمع بين الصبح ونجي كتر وتأوني الصبح ونجي كتر يعني بين عصر ومغري ونية يا مغري وعشاء يا نورو عصر وكو ابن دقيق العيد نقل كذا وإجماع. خب الجمع وقد عرفت معناه قبل قليل معناه كي قبلا زانيت كجمع تشيبو بحال أزانين إميتشية. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه إتام بحثي شروطك لازم ببون وجي ومسافر تام وجي قصد كامة تمام بو إتام طلبي بعدي بحثك جمع وقد عرفت معناه قبل قليل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. ابن عباس رضي خوان لبيت أفرمي كان يعني طريقي مستمر في غمري خواه عليه الصلاة والسلام أوابوه كبين يجيني ورو عصر جمع بستوتو إذا كان على ظهر سير. على ظهر سير يعني شيء أي مسافر يعني أقا حركة قريكي ويا بروا حركة بكات ويجمع بين المغرب والعشاء يا مسافر بيايا لبين مغرب وعشاء جميع كدو باتفاق زانايان نواجه كان حتى لا سفر لا سر شويني خواهم كيد أفضل تره يعني مثلا تو مسافري أقبود بكريه نيورو لشويني خويا عسل لشويني خويا خويني باتفاق أفضل. وكو ابن تيمية لمجموع الفتاوى رحمة خويا لمن جلدي بستودو لابري دويستو نوديو قفرمي واتفقوا على أن فعل كل صلاة في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب يوجب الجمع إلا قولا شاذا لبعضهم. اتفاقي لسره نوش كردني هركام لنوجانا لسر وقتي خوي لسفري شا أفضل تره اگر چته نبیه که ایجاب که که مثلا که برای مشقتی که جدیدی کاره الا قولی که شاز که بعضی اوتیان نه جمع که تو خواست داره. و روا مسلم عنه دوباره امام مسلم لابن عباس رضای خواهن لابن نقل کرده ان النبی صلی الله علیه و سلم جمع بین الصلاة في سفرة سافرناها في غزوة تبوك في غزوة تبوك. أفرمي ابن عباس إمامي مسلم لي نقلك أفرمي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام لسفرك كسفر ما انكرت بغزوي تبوك بين نوجكان جمع كرت فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. تحديث كيف صحيح وعلى مسلمة. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قلت لابن عباس
ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. تشتي بيغمبري عليه الصلاة والسلام هل نياك أم كاربك فرمي قريكي بو أمتكي دوشاري حرجنك. حتى حقيقة من وقت منه برم يعني بسبب مشكلاتك بو من وقت منك فرصي حديثك كم إحساسك كمام حديثة تداخلي دو حديثة ويكو شكا هو موضوع يتر كبحثي او كلا سفر كا سفر ما كردو جمعيك او موضوع يكتر امتي كيتر كسؤال كيبرسي واراد ان لا يحرج امته بحثي حديث يكتر كفرمي بغمبر عليه الصلاه والسلام بين دوني جي جمع كل حذر على مدينه دا ببي سفر ببي خوف لرواتك ببي مطر اوا دواي برسيان ديبو فرمي أراد أن لا يحرج أمته إحساسك كم يسمى من وقت منك الحقيقة باقر جلسي بعدي جام درسي شتوا أبو بيت أقر وقت مكردو لبيرن بو تما شايك ياكم بارحال مش مشكليني لم حديثي شعبيج مشكليني بلي بوشي جمع بسوتو تا حرج لسر أمتي قرار ندا بلي لسفرة بوشي جمع قرار درياقه تا حرج لسر أمتنا بيت أي جمع نويجي ستشونه جاء يا جمع نويج لسفرة قولي تمامي زانيان خير اتفاق علماء لسره كجمعي بينني ورو عصر لوقتيني ورودا لروج عرفدا بو حاجي كان لصحراء عرفاتا سنته اجمع علماء لسره يكسي لي بدر مكة اجمع اهل العلم على الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفته وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة اجمع زاناني لسره لمزدلفة دا مغرب وعشاء جمع كريتو وعرفش نور مذهب حنفية شافعية مالكية غيره أما غيري أوان يعني غير أم حالته مذهب إمام أبو حنيفة لسر أمسك الجمع لمسافرة تانية مذهب إمام أبو حنيفة لسر أمسك الجمع لمسافرة تانية استدلال بشيكا بروايتك ابن مسعود كفرميتي من نبيني وبيغمبر عليه الصلاة والسلام غيري عرفه مزدلفة بيني إن جمكاتو لا دقتك الموضوع كشني مهمة مطالبانا دي روايات كثيرة ما نزل الصحابي تر لا نزل ابن عباس لما براحتي أفرمون أو كابن مسعود حفزي نبودي قران حفزيان كردوا نتيجة أو كأزاني مقدمة لسروي كنازاني أو كإثباتي اشتيك هميشا مبزانن هميشا مبزانن كسي كإثباتي اشتيك إيجي اشتيك هي مثبت مقدمة لسرنافي شو المثبت تيا الميكي بيشتري هاربي هاتك توابرتي أريفلانك سبيني لمزقوتا فلاني جوادا تجينا ولا نبو نبيني نهاتو او كي تريجي بلا من بيني لفلان شو ناب كاميان مقدمة او اي كوايجي من بيني متاسفانا ام قاعدة عقلية سادة رعايتنا كي حتى لزندقي وجيان مانا مسلماني محققة عالمة زانات شارزات تحقيق ليجي فلان مسألة اواسة كابلا جينا اوانية من نبيني ومن حشتي وام سراغني دي بلا تون سراغونية تون ازاني كاكي مسألة كاواسة بس لو مسبي ما من حنيفة لسلا وساء وقولك أوان شون إني كان أو الرواية تاني شك وارد بوبي شوني فيها كان إيش جمع سوري بوا يعني إيش جمع سوري بوا يعني مثلا بيغمبر يكرم عليه الصلاة والسلام نيجي ني أصلي نيوري خستوة الدواء وآخر لحظة أو آخر كان نيجي نيورو أو كاتن نيجي نيوري خوندو هر تواي كده عصري ساتو تبرو عصر كيشي تكا خوندو يعني أواي فيها كان بو مسافر إيش عص سوري بوا جابوبي سوري بوا فلان صحيح أو ساء مكو مسبي ما مالك وشافعي وأحمد إلى سلا متفق القول إن سلا أمريكا قص جمع هي غير أم دوشوينة تركب عسكرة إجا اختلاف زد علة كيا كم لك يعني إن سلا ونك فقط سفرة بعض كيان يجن مطرج قبل باراني شعبي ولا مرضي شعبي وكأو يسبح سياكين إن شاء الله تعالى لا كتب كتانا فني وينقسم جمع الصلاة إلى قسمين جمعين ويش تقسيمه بدو قسمته جمع تقديم بأن يقدم المتأخرة إلى وقت الأولى وجمع تأخير بأن يؤخر المتقدمة إلى وقت الثانية جمع دو جورة يا جمع تقديم يا جمع تأخير جمع تقديم شونا يقدم بيشفخة متأخرة أو نوجيك ودوا كوتوة أو بيرت لا وقت نوجي أول يعني عصر بير بوليني ورو يا عشاء بير بوليتي بولي مغرب وجمع تأخير جمع تأخير كامسة بأن يؤخر المتقدمة إلى وقت الثانية يجع ولك أبواب لي وقت يجدهم روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهمار لمعاذ لكيوكي روايته كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر
حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعا. پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام اگر کوچی کرده یا حرکتی کرده قبل از اوی خور برزو بی، یعنی قبل از اوی زوالونی و روب گاته برو، مثلا ساعت 11 قومن که اسم معمولا 12 شتیگ لمنطقه ایمان نوجی نیورد، مثلا او کاته که او تو بیتره نوجی نیورد که خصوات دعا و تاکی تا لگل عصر بیخوینه. و اذا ارتحل بعد زیغ الشمسی صلى الظهر والعصر جميعا ثم سارا. و اگر دعای لاربونه و زوالی خور حاجر كيواي بروا خوكاتي نوروهاتوا ابتداني ورو عصري أكد إنجا تشريفي أبرد. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. ها أجد دواي برل مغرب بشوية مغربي أخذت دواء تالق العشاء بيخويني، وأجر بعد المغرب بشوية مغربي وعشاء كي عجل أها ورد برو لقى المغرب يخند. الصلوات التي يجمع بينها أو نجانيك واجمع أكريتو لبيني أنا كام نجن. علم مما سبق أن الصلوات التي يصلح أن يجمع بينها هي الظهر مع العصر. لويك واجزرا زانما دون نجن أنني وراء عصر يا مغرب وعشاء. فلا يصح أن يجمع الصبح مع ما قبله أو ما بعده، ولا يجمع بين العصر ولا يجمع بين العصر والمغرب. صحيح نية صح لقل ما قبلي خياني عشاء يا يعني لقل ما بعد خيانيني ورجم بكريتو هروها جمع جنا كريتو بيني عصر ومغربيج. هذا وإن أتأم اتفاق ذانياني لسنة هذا، وإن لكل من جمع التقديم والتأخير شروطا ينبغي مراعاتها، فلنذكر شروط كل منهما. أمشى هذا يعني خذ هذا يعني اعلم هذا أما بزانة إنجا أشي بزاني بوهر كامل جمع تقديم والتأخير شروطك يعني كما أشياء مراعاة بكرين كما ذكريان أكين. شروط جمع التقديم أولا الترتيب بينهما. أول دعنا لجمع تقديم كامسة ترتيب لبيني دون وجه كذا، يعني حتما الشيء ترتيب رعاية بكرين يعني دروزني إلى أقر عصرها ورد لايني ورو ابتدى عصر بكوني، يا أقر عيشها ورد لاي مغرب ابتدى عيشها بكوني، حتما الشيء ترتيب بيت. ثانيا أن ينوي بأن يبدأ الصلاة الأولى صاحبة الوقت ثم يتبعها بالأخرى. يعني شيء ابتداء نواجه أولينك كخوي صاحبي وقتك أزني وركب خويني إن جاء دواي أو كي تريش بشويني أبيرت. ثانيا أن ينوي جمع الثانية مع الأولى قبل فراغه من الصلاة الأولى. أما حتفنا شيء ببيت بيني جمعي لجمع تقديم عامة نيتي جمعي أو كي تريش دومينك إلا قل أوليك قبل الفراغ لأم أم نواجهك. ولكن يسن أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام بها، يعني أجر سنة لقال تكبيرة الإحرام نجي أولا نية كابيجي شي لنية يابيك أجرك يا جم كاتو أجر أميشي نبو حد يقل قبل الصلاة ونجاك نية بيرك باوي تري جم كمو بعض اللزانان يجلس لون أجرك نية مكوب بما بإمام مزني رحمة خالي بالله مختصري الأمة ويفرموه الأخوة أما بارحال قولي قوية وقولي صحيح وقولي مسبيج. ثالثا الموالاة بينهما. موالاة لبيني أنا يعني شي موالاة لبيني أنا يعني فاصلة يعني نكب ما دام جمع جمع يعني شي جمع يعني تهاودو تلاي أمن وجاكيت لقى فاصلة كوتش فاتح فايدي كي جمع. الموالاة بينهما بأن يبادر إلى الثانية فور فراغه من الأولى وتسليمه منها، يعني شي يبادر سريعا أن جام بان وجدو منك فورا بلا فاصلة دواي فراغي لن وجد أولك وتسليمه منها مقر فاصليك عرفيك نياز بك ورانسان تجديدي تيمم الكابو تبقي او الرأي ازانان كمسان بتيمم يقنجي فرزتوانيك تجديدي تيمم يقامتك اي شيء مثلا اشتكي اوا لا يفرق بينهما بشيء من ذكر او سنة بينيا جداي نخا دانشي اسكاري بعد الصلاة بخويني يا بحرحال نوجي كي سنتيش بخويني دور كاد نوجي سنة بخويني بيجبا سنتي دوايني وروكا بخويني دروزنيا. فإن فرق بينهما بشيء طويل عرفا أو أخر الثانية بدون أن يشغل نفسه بشيء بطل الجمع. إجا أجر فرقي خص بينيا يعني بشتكي طولاني كعرفا في وتر طولاني أو شيء يا أخر الثانية إتام الرأي جمهوري زانيان مسمي ما بشافعي جمهوري جسر مسمي إذا جمهور كان مالكية شافعية حنبية كان لسر أما بون جمع كريتو ابن تيمية رحمة إخوالي ببخي رأيك يقول توكيجي فاصلة يشيب كبير مشكلة إني.
أو أخر الثانية بدو أن يشغل نفسه بشيء بطل الجمع. يعني يوجد مكب خات دوا وببيع وكن نفسي مشغول بكابشتيكون جمع كباتل ووجب تأخيرها إلى وقتها توكات واجبا يوجد كب خات دوا وتاكي توقتي خوي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك بخاطريشي اتباعي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لم كارد أبو شون پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام كاتي جمعي بس بيتو أو جمعي بس بيتو إلا قامت لو بين تفاصيل نخسوا. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم. ابن عمر فنبي پیغمبر اخوان بيني عليه الصلاة والسلام كاتك وأعجله السير يعني سفرك پليب بروا قرأك ينو دانيشتو نورون لبي بوايا وعسل لبي بوايا وانا قريكي واي بروا يؤخر المغرب مغربي أخست دواوة فيصليها سلاسا سير كاتي أخوين ثم يسلم ثم يعجل السير يعني لحركة هواية لمغري وكا حركتي كذا يا برحب نوروكي ثم يسلم السلامي أداوة ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء دواي كمي قل ما يلبس يعني زور كمي أبيسيا حتى بلا فاصلتي نجي عشاكي أكف يعني فاصلي ناخست فيصليهما ركعتين فيصليها أو فيصليها أو كيتريش هل فيصليها فيصليهما يعني يسي ودرس لبك فيصليها ركعتين ثم الصلاة كأقرأتو تهمانية فيصليها ركعتين ثم يسلم إنجا صلاوي أداوة لإدامة حديث كده هاتوا ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد الإشاع بسجدة حتى يقوم في جوف الليل ولا يسبح بينهما بركعة لبين شيانا حج بحج ركعتيك ونجي ناك يعني نجي سنتي ناخذين ودواء عشاتيش ناكد مقر لني وشرب به الصلاة ساعته نجي شويب كدايا صلاتي ويتريب كدايا روايتك ابن عمر رضي الله عنه برنجي كربو مسلمان لأبو داود هاتوا هاتي مواي بأم روايتك بي لأبو داود هاتوا برنجي كربو يان توالي چي بيني كابري الصاص ونجي سنتك فرمي دجا من قريكم واي تسبيح بكم تسبيح بكم قصر مناك شب زان أو تسبيح منزولي لوي چيه منزولي لوي نويجة هنا دواي دوركاتك اي تركي قندو توتواني دانشي تسبيحاتي ذكرش بكم نه بحثي أوني أم بحثي نه بحثي جمع وقت تويجي جمع يعني شيء يعني تريتي لا يكا إخواني فلسفة كونا كي وصو وجمهور زناني جلس المسابي الشافعي المسابي مالكي المسابي حنابلة والسنة بيغنبري إخوائج عليه الصلاة والسلام أوسا أتر بحثي أول نوك عجلي وبروا بحث المسابي فني كاتي أعجله السير يعني شيء أعجله السير يعني كاتك حركتي بكردا نويس يعني بصم مغري وكل شوني خويا بكويني منظوره واسه مغري وكي خصت دوا ولا قرع عشاء يخون دواي كاي شي يخون او يخون خوكاتي عشاء دانيش دوا خوكات عشاء هاني يخون تات اخفت جي يفرمي دواي او حج بيجي خوي بيرا كوت دواي لني وشهر صح بس اقا وبي خلي رئيس دانيش تو كاركينا كارناكا يا لني وروكا خود اتراخي كردو هيش كارنا يعني على عصر كا خود اتراخي كله بحثوني بس واسه سنته كي بو يمد امر زندو كان شي وازه كي اواس من خودي جمع يعني اول خوف انت عرض ما كان وقتك تنيتو بوا لنجي اولا نيتو بوا جمع بكيتو اگر فاصلك عرفي كم كيتو انسان تو ذكر كون لبيرو شو مشكلة يعني او كاتا تواني هلسي جمع كبكيتو ولشتي كوا تولي ببيتو لخوتو فاصل خيت جمع يعني جمع نكتبتو جمع يعني او هاردو تلاي اما كيتر رابعا ان يدوم سفره الى تلبسه بالثانية اما مهمة اي فلا يضر ان يصل الى بلده اثناءها شوار من چشتيه بو جمعكي شروتكاني امسا ان يدوم سفره الى تلبسه بالثانية أي فلا يضر أن يصل إلى بلده أثناءها يعني سفركي أوانده طول كيشي تا تكبيرة الإحرامي نواجه دومينا كيش بكا تيجي مثلا فرزن يجي ومش شوازي وكوچون كابلا ولا كشتيا ما
ولا كشتي كان مثلا برو ساحلي دري ساحلي شاركي انت هم زنا جيو برو ها نجي وبرو اتواني نجا كان شي كان جم كاتو قصريش كاتو تكبيرة الاحرام كانوا يجي نيورو اخويني هم زنا جيو وبرو الله اكبر كانوا يجي عصري شي جم وكرتك يا ات دعاء الله اكبر كبي دعاء ركعتي بهر كان نبي شي كشتي جاي ساحل اما شي يعني مشكله يعني فلا يزور ان يصل بلد الى بلدي اثناءها مشكله يعني اجل اثناء انه يجاك شاك جم كده بقاتو انت تشوف قات اويك كابلا جم اكيل الرقاخ من دوا اذا مثلا بو عصر قاتو مالي يجي المشكله يعني تو خندويت تيجي يعني اول ديك وامن فر حتى اجل نام يجاك شابي هنوز نجي يرتبرو تكبيره الاحرام يجي دومي كد جاب كاتبر مشكله يعني لاثناء انه يجاك شاب كاتبر مساله يعني انت فرضا اذا تو ريبو تا كرماشان لو لاتيتو مثلا ساعتي فرزن دوانزو بيز دقيقة دوانزو نيم لكن عشان قريت كوي ترى يجيب أنا جي عصر نيورو كم كم أي كي شيء أصلا ساعتي سيجا جيتو باو هم عصر يجنا وقع توا خون دوته مشكلة كني شوف قاتا وحالتك أمي ساحة حرف الميل أثناء نيجا كي شاف قاتا برو مسألة كني خو شروط جمع التأخير أي شرطي جمع التأخير شيء بس بو جمع تقديم شيء لازم بو ترتيب لازم بو نيتي جمع لأثناء نيجا أولين كذا لازم بو موالاتي بينيان لازم بو ومسافر كي تركيشي بو نيجي تأخير تقريبا توعين بيجين شرطي أول كترتيب هر نيسي شرطي أول ترتيب نيسي شرطي دوم كنيتي جمع لأثناء نيجا أول يكان نيسي موالاتكي شرط نيلوي خب شروط جمع التأخير أن ينوي جمع الأولى تأخيرا خلال وقتها الأصلي فقط أما نك لخلال نوجك يعني نيتي جمع أولى جمع نوج أولينك بسورة تأخير بكى لكي لكاتي وقتك يا مثلا نيورات وتبرا نيتي ببي بيجي قيناك أي خم تكي عصرة بوشي تان نروى تحالتي قزاوة مثلا كي بينا دابيت نوجك برو أدوان جدي إيسا جمعك منو قزاز وليقي نيتك كي قيناك إتاو إني لسرني أو سهل إنقاري ومؤاخذي ناكري أصبحت متعلقة بذمته على وجه القضاء وأسلم في التأخير. أجر خرج وقت الظهر وقت نيورو خارج بو ري توابو لحالك أو نزني أو نيتي جمع لقل عصر نكذ بتو جمع تأخير أمن يجك متعلق بو بزميو على وجه القضاء يعني قرزار بو يجك ولا سريشاني عشي قرز أدايب كاتو بقضاء وأسلم في التأخير تازق نعباري تلا أو تأخير داك كذبيتي شون حديثة حضرت عمر فرمي غزاي خويلي بي جمع بين دون وجب بيع عذر شيء حرام كبيرة ده صلا اتفاقي لسر ابن رشدي مالكي أفرمي أنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز الجمع في الحظر لغير عذر هل ببيع عذريش كلا ببيع عذر كابلا نيتي جمع كاتو ببيع عذر أن هيج عذري كبب في بوتري عذري يا رخصة النبي قناعة بس لحذر دا باتفاق زانين ببيع عذر نوجد روزني وكل بداية المشتري لا فرصة بشل فرمو بي خب ثانيا أن يدوم سفره إلى أن يفرغ من الصلاتين معا سفركي أو أن تول كيشك لدون وجهك شي ويكو إن بيت فلو أقام قبل الفراغ النهائي منهما أصبحت المؤخرة قضاء أجر أقام إقاميك قبل الفراغ منهما لهردويان فراغ نهائي لهردويان أو نوجا دوا كوتويتشي أو ويتشي قضاء وتيتي أن يدوم سفره إلى أن يفرغ من الصلاتين معا فلو أقام قبل الفراغ النهائي منهما أصبحت المؤخرة قضاء يعني يجيشي مساحر فرزا أو كشتيم سالة كمان بيت مثلا نوجني وروكي خستو تكي عصر أبي خويني إسان لقل عصر كأي خويني فرزن أني ورو عصرك التواو نكردو أجيتو شي برو أجي أمن يجيني ورو كيبو تقزع جمعنية إيه شون أجي تواو يبكا جابكا تبرو
يعني أقول لأسنائيك هيك يعني حتى لأسنائي عصرك هيك على جيش تبي تبرو تبقي أم قولك اللي راه ورديتين وجاك شيء قضاء بلام احتمالا وانا بيت شونك هي الشرع إجازة داقة كتو لسفري شاكتيتو مثلا لسفري كاتيتو نوايتر ريقادة نجيني وراكونا كون دوايتر ريقادة قصتي شبوشي جمعي بكيتو أتواني بيجي دي جيش مبرو لما إنا كايخون بعض ما شاء كم بوجل سيد بعد قال بيرم بوي إن شاء الله يخنا بيرم بيت خب ولا يريدو هنا شرط الترتيب بينهما ليرا شرط الترتيب نيا بس تو أتواني شيء بكي أتواني أول عشاء كبخوني إن جا دواي مغربك يا أول عصر كبخوني إن جا دواي سهرك بل يبدأ بما شاء منهما هر كام يجريك وأتواني بكا بس مثلا أنتو هاتي تمزقود بينت عشاء المغرب ونخوند عشاء كيتا كبخونة يعني أقل مسافرة كاوي كما أن الموالاة بينهما هنا سنة وليست شرطا لصحة الجمع. لا موالاة كيشتر شرط نية سنة فقط. بس التأخيرة نكواني في موالاة شو نبي. ولين لتقديم موالاة شرطه نيتك شرط لنجا أولينك هروهاتي هروهات ترتيب كيشتر. خب شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع. شروط أو سفريك قصر وجمع تيا مباحة. توضيح من داوة أما سفرك سفري طولاني بيت سفري طولاني كان يقولون 4 برودين 16 فرسخا ها خب أكاتا كان تقريبا 81 كيلومتر إتا أقر أم مسألة يسأل بين زناني مسألة شانس أي تحديدة يا تقريبة يا توقيت يا تقريبة يعني يا دقيقة شي 81 كيلومتر بيا تقريبة يجبي قيناك اختلافي كذا مسألة مرحل 80 كيلومتر يا 81 كيلومتر شي بقات كتوضح ما عندها لا سيدر في قبلها 81 بروبان فلا يعتد بالسفر الذي يكون دون ذلك امام الشافعي الى الامه بحثك اثر مما صلنا فريق ركب روا بو شوينك ام شو ندو مسيري هس مسيري كان بروي ناقيت ام حده مسيري كي تريان بروي اقات ام حده اذا كابرا لبروا غركيوي غركيوي هربو خوي غركيوي بس ام رخصته استفاده بك لو مسيري تراب روا نكاري بو بيشات بي جي بو ينيا قصر كبكاتو بلا مزني رحمتي خالي بالله مختصري الامه يجي صحيح اما سله لايمنا هربو هي امام نويش في مبدا المجموعه والله لي بما دقيقه احساسه كما الامي ترجح داك نهايه شنو يجي سفره مباحه وبقصتها شو السفره مرحبا خب روى البخاري تعليقا في تقصير الصلاه بابي في يا بابو في كم تقصر الصلاة وما البخاري بسورة التعليق بسورة التعليق يعني شيء بدون سند إذا تعليق أتواني كلا سندك نقلنا كذبي يا لسندك نفر إلى أول يا نقلنا كريابي يا دون نفر أو بيجن تعليق بسورة إساء على أنا وكتباني تيت مثلا فرزان رياض الصالحين معلق ذكري كذبنا حديثانا بوشي شون كذو أزح السند ويجي أبو داود كبرم راجع كاتو لأبو داود سندك يبيني بابي لكم يعني لتنك نيوش قصر كريت وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برد وفي 16 فرسخا وتتاء وصح حديثك 4 برد ما بقي كيتر كيلومتركين بخاريني وتساوي واحدا وثمانين كيلومترا تقريبا مساوية لقلتي 81 كيلومتر ومثلهما يفعلان توقيفا مثلهما يعني اشتي اوايته حتما بتوقيف كرياقه يعني شي توقيف مثلهما عمدو اشتيج يفعلان توقيفا بتوقيف كراون يعني واني كي لخويا انا قبل لا اشتهاي خويا مش قصر كيا روجو كي بشكيني اي بعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشتي لا يعني بيغنبر عليه الصلاه والسلام يعني كي مش توضيح ما داوت ما هرواسه يعني صحابه لسر امريكا حتما اما توقيفك يز متفق القول بون متفق القول بون بس الاختلاف لا ان دازك يا ابو الشرط الثاني كإمام ليس بن سعد اتفاق علماء أمساري يعني شاركاني لسر دام الزريا كتنك ب 4 برود الشرط الثاني أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصودة بذاتها شرطي بعدك أمسا سفرك بو جهتك معين مقصودة بذاتها بيه. يعني شي يعني حل ليس كابراء كويت الري بزاني مصنف بو فلان شوين أروا مقصدي أو شوين أسو فاصلك شي تبزاني أجينا ونبي مثلاً بيجي أروم زان تاكويتش تجارة مشخصة تاكويتش ها ماشين روشنا كم بزان ما جي ما كويش شاعر ريم تا شمشير شاعر ريم تا فرانسير شاعر ريم تا جوان روج جارة تونس أو مسافر نيت
فلا يعتد بسفر رجل هائم على وجهه ليست له وجهة معينة. اعتناء واعتماد اعتبار نادري بسفري بيا إنسانك هائم على وجهه، يعني هذا سري داخسته حركتك ليست له وجهة معينة نازاني بروكيروا، ولا بسفر من يتبع قائده مثلا وهو لا يدري أين يذهب به. وامشي بسفري كسيك واشوني قائدك أكويت ونازاني قائدك تاكوي أرواح خدي أم إنسان مثلا أم جندية يا أم جنك شوني شوكي كوتوه، أما مثلا هو لا يدري أين يسبو جار أما مسافر نية علي بو يشن مسافرك بچي بو نيتك وبحث شندي قائدك جزاني بو كيو أرواح أولا مثلا بحث أكريت وأما اللي را بحث أكريا. بس مثلا فرزن جنتك شوكي كوتك ري نازاني كيو أرواح اللي را أم جنانات واني جار مثلا نازاني تا ام باخي ام در اشاره رو تا نزانم 20 کیلومتر نزانی اما جاره چی مسافر او مسافر نیه حالا بو اینی قصر کا و هذا قبل بلوغ ما کی قبل بلوغه مسافه السفر الطويل. والله هر اوجنه هر او سروازه کوتکتکی امریکای کوتکتکی شوکیا چی 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 اروا 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 کی چی بینی اول 8 کیلومتر لایدا تا و تر جم مسافر قبل زوال نازاني شان نجيته وحده هاليوي، فإن قطعها قصرة لتيقن طول السفر. جاء قال أوي بري تيك أو تل قصرة كاتو شونك يقيني هستول سفرك أو سفرة طولانية سه. الشرط الثالث شرطي بس أنا شروطي سفرك. الشرط الثالث أن لا يكون الغرض من السفر الوصول إلى أي معصية. غرض لسفرك إيش جيشت بهر جناح نبي وتم أنا من رأيي مسبي إمامي شافعي مسبي إمامي أحمد مسبي إمامي مالكي للسلام، يعني سفرك سفري معصية نبي، شو كافرمون أمر رخصتك الرخصة يجبو كمك إلى سر معصية استفادي لناك شرع إجازي في نادا دليلي شيان شيء غير متجانف لإثم آية كافرني غير باغ ولا عاد غير متجانف لإثم كسيك إلى قشتي مردو خواهي قرح رالي كذبوي بشرت شيء بقناح نيكا ألا برقناح نبيت هرشان تفسير آيتك اختلافك إلى سرز ولا أمر رأي جمهور مسبي مامي وحنيفة لسر مسا هر سفرك با سفري قناح يجبه أتواني نوجيتيا رخصتي نوجيتيا استفادك رخصتاني سفر. هو ابن تيمية جام رأيه قلتوا والله كام رأي صح وصحيح وراجحة همان رأي جمهور إن شاء الله شون شريعات أو قاعدة كلية دانياقة إجازة نادا إجازة نادا تو لمسألة كبو قناح استفادك إلى رخصتها الشرعي أن لا يكون الغرض في من السفر الوصول إلى أي معصية. ما شاء سفرك نيت بقصتي معصية بفرقك على قول سفرك لسفرك معصية بكي لم دومين داتشيا جازات مثلا كابرا فرزان أروابولاي ديداري رفيقك إلى تارانا هنا برخوان الرجال ده دشاري جناح وشتيك جيبي أما قيناك يعني بمعنى شيء قيناك بمعنى إنك توانيس للرخصة هاي سفر استفادك ولي سفرك هل لي سافنا بر الله قصتك يا مثلا بجناح بروا أما تأو سفرني مثلا بوتزي بروا على عزمي بوتالام بروا بو كاروان برين بروا بو رهزني بروا أما أنا شرعيني ناتواني جاتو بجنايات أروي لولا شا استفادك للرخصة إخوائي سبحان الله العمو سفر الروم نيجي القصر با كارك مع سامبي نخيرش توانابت. فإن كان كذلك لم يعتد بذلك السفر أيضا أجا سفر كيبو معصية أصلا بم سفر اعتبار إنك بودان ريت كمن يسافر ليتاجر بخمر أو ليرابية أو ليقطع طريقا مثلا كسيقريك يا مسافرت كابو تجارتي خمر وشراو ميريت يا رباب خوا رباب دا يا بو رقايك ببري لمردم رهزني بكات لأن القصر رخصة والرخصة إنما شرعت للأمانة رخصة جبوشي دان لأقبو أمانة ولا تنات بالمعاصي رخصة دان لأقبو كارك خيانتي تيانا بشرعي بيت فرحال أمانة بيتو كارك نبي كخلافي شرع بيت ولذلك لا تنات بالمعاصي بهم دليلك متعلق بمعصية نابت يعني إذا كان إنسان يقول لك معصية كان رخصتي بودا ناندريد أي لا تتعلق بما فيه معصية تعلق ناقري بشتك معصية تيابيد أمي شوت من رأيي صحيح ورأي جمهوري شيء. خب الجمع بين الصلاتين في المطر مسألة كي تركي تتبرو جمع بين ديون نيج لبارانا
أما وزعاء أفرمي يجوز الجمع بين الصلاتين تقديما في المطر جائز الجمع كردن بين دون ويش لا سفر لا بارانا بلام جمع تقديم لمسبي إمامي شافعي لقول جديد مسبي إمامي شافعي جمع تقديم لقول قديم يا جمع تأخير دروز بو يعني لقول قديم أفرميتي جمع تأخير لبارانا دروسته بلام لقول جديد أفرميتي فقط جمع تقديم دروسته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقد جمع لراتب قصر نية. زاد مسلم من غير خوف ولا سفر لروايتك تراتي ولا روايتك تراتي ولا مطر إذن لراتنا شخ وعصن لفزي باران ناتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء زاد مسلم من غير خوف ولا سفر يسلم روايتان مطر ثانية علماء إمامي مالك وإمامي شافعي فرميانا شي أو أبينم كما بحثي باران بوا دي الروايتة كتريا هاتوا فرمي ولا مطر حتى باران يجنبو خوب. وعند البخاري فقال أيوب أحد رواة الحديث لعله في ليلة مطيرة أيوب يكل الرأي كان حديث كايجة لعله في ليلة مطيرة شال شوي كيشي مطيرة أبو بباران بارانيدا قال عسى وتيدي شايت خوب إثلا حديث كانات وتعذل الرواية كتري شاتوشي ولا مطر تيجي. وعند مسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي ولا يجوز جمعهما في الوقت الثانية لأنه ربما انقطع المطر فيكون أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر لنجي جمع تأخير دروزني باران بوشي ربما شاهد شي ببارانك قطع بيت ونتيجة ببيع عذرتون وجك وخستوت دواوة أما رأيك قوية كما سبي جديد إمامي شافعي لقول قديم فرميتي يرى الشافعي في مذهبه القديم جواز جمع التأخير وإلى هذا ذهب الحنابلة حنابلة لسر أمن جان جمع التأخير بلان للرأي جديد يا فرمي إمامي شافعي دروزني جمع التأخير فقط جمع تقديم هس وهو قول المالكية والحنابلة في وجه قول مالك كان لسر أمسه قولي حنفي كانت حر جمعي بين باران نية أولا فقال لك كيف جمع بو لا عرفه لا مزدلفة دا. خب ويشترط لهذا الجمع الشروط التالية بو أم جمع أم شرطان لازمة الأول أن تكون الصلاة جماعة بمسجد بعيد عرفا هات ما شاك ما دقتي تياك واني لما غيقو تابي بيجي جمع كمو نيجاك جماعة بيتو لمزغوتي كيشابي مزغوتكي عرفا كمي دور بيت على أن منوتو هاينا نامزغوتي كالي رابو منوتو نيام جمع كينو أي باشا بو منوتو هاد أقام مردمك هاتن جمعي بكينو أواني بخاطران بلي هيا بو تشيج بغنبري أكرم عليه الصلاة والسلام خوي مالي لكناري مزغوتا بو جمعي كردو مسلمانانو كردو يتي مشكلة كيني. خوب يتأذى المسلم بالمطر في طريقه إليه مسلمان لهاتن وشويا لبارانا كاتي بي أزيت بي لبارانا. الثاني استدامة المطر أول الصلاتين وعند السلام من الأولى بارانك لأول دون وجكا إدامي بتاكي أول نوجي دومي إدامي بي قيناك لأسناء نوجي دومك قطع بيت بل أقتو بينيت نوجي أول تواو كردوا شي والله سايقي خستو باران ما تجمع شيكي تواو يعني تبقي أول لما سبي مامي شافي أم جمعني مقدار الجمع اللي حضرة لما سبي مامي شافي زورتون قيراوة وأصلي جواسه شون إن صلاتك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقت تائبتي كويس إذا ما طلبت يتبرو أولا خذي أم موضوع جمعي إنك عرزم كذ مصبي سيما سبي لسرة أكري جمع لبارانا لما سمي من شافعي دا لجمع تقديم أكري بس هيج مشكلة كينية قلن مزقوتك جمع تقديم كريا أما غيري بارانشي يعني أيا غيري باراني تو اتواني جمع بو نخوش بكيت كسي كوان نخوش بي اتواني جمع بكا يا كسي حتى نخوش بي مثلا كاريكي بو بيشاتوا تبكي او حديثي كأثر من غير خوف ولا سفر ولا مطر تو اتواني كابراكاتي حاجتكي وهز
مشكله کی از ببی باران و ببی سفر و ببی مرز و ببی اینک اتوانی نجمع که لیرا لبین زنانا اختلافی لسر هست علماء اسلام اختلاف نظر الجاري بو بيمار مريض اختلاف يعني آيات دروس تجم كيتو بيني دروس مريض جم كاتو بيني دونيجا شوار قولي لسر قولي اول يجوز الجمع بين الصلاتين للمريض جائزة جم كردن بو نخوش لبيني دونيجا اما قولي كيه قولي امام مالكة رحمة الله وهروها اختياري جماعتك لعلماء مذهب امام شافعي روايتك لامام احمد بن حنبل ومذهب امام احمد جمسه يعني مذهبك دامت رياقل وامام خطابي لعلماء مذهب شافعي وكمالك تل زناني شافعيش قلتو يعني امامي نوويش هر اما اقري امام نووي رحمتي اخوالي بالكفاية الاخيارة لفريسد حفتو شوارة فرمي قال النووي القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار قول بجواز نيجبو منخوش قولي ظاهر مختار فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر وفي رواية ولا مطر أما ثابت بولويدا أما الكفاية الأخيار أفرمت أما قولي أول بقولي دوم كاما جائزني جمع بين دون ويجل حزرابو نخوش يعني إلا لحالة بارانا نبي إجازيان نداق لحزرة أما قولي إمام شافعي ومذهبي شافعي لسر مدام الزياقة والرواية كتل إمام محمد قولي كتر ما نسك جائزة جمع لحزرة بو عزر حاجة حتى مريزي هيج بو عزر حاجة هيج ما لم يتخذ ذلك عادة ما دام أمنكات عادة كامرا مثلا كاريكي بو بيشاتو أمرو جوريكي أتواني جمكاتو هذا رواية عن أحمد وقول أبي إسحاق المروزي من الشافعية وأحد قولي ابن سيرين وأحد أقوال أشهب من المالكية واختاره ابن المنذر وابن تيمية بعض العلماء مثل الشافعي لسر أمن أميانة قرتوا قولي كتوتي أنا جمعك جمع السوري بيكاتو مريس هل أو سورة يعني بيه اللي تانزيكي عصر مغربي وأني وروكيكا إجا عصري جبيتا برو نكيكا لكفاية الأخيار أفرمي قال النووي القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر وفي رواية ولا مطر قال الأسنائي مختاره النووي نص عليه الشافعي في مختصر المزني أميك النووي قرتويتي فرمويتي لما رزابو نخوشيني أكري جمكيتو الشافعي لمختصر المزني دا بنص خوي فرمويتي بلا من مراجع عنكر بمختصر المزني أمام نبيني ويؤيده المعنى أيضا فإن المرض يجوز الفطرة كالسفر فالجمع أولى معنى موضوع كجمة إيدك سفر فطر مرض فطر جائزك في نوجج أولى ترك جازبات جمع بكيتو بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحظر للحاجة ما هل كفاية الأخيار نقلك جماعة العلماء جائز ينكردون لحظر أبو حاجة جمع كيتو لمن لم يتخذه عادة وبه قال أبو إسحاق المروزي ونقله عن القفال وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر من أصحابنا وبه قال أشهب من المالكية من أصحاب مالك وهو قول ابن سيرين ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته حين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقال سعيد بن جبير ها حديثك اللي راتوري كيت النقل كريها قاوة احتمال يفرق تداخل حديثه يا اشتباي امكتب السه لما فعل ذلك فقال لألا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره واختاره الخطابي من أصحابنا أنه يجوز الجمع بالوحلي فقط حتى أمام الخطابي فرميتي تي لغير باراني شاق قلولي تاو قلتي تربو كمردمي في بيزبيت أو شهر أكري جمع كيتو يعني علتك عند نظر قلتو علتك شون هو رفع حرجك الإمام النووي للمجموعة جلدي شوار لا فرسد واشتو بنش تاسد واشتو جج أفرمي المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب أنه لا يجوز الجمع بالمرض والريح والظلمة ولا الخوف ولا الوحلي وقال المتولي قال القاضي حسين يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض كجمع المسافر يجوز تقديما وتأخيرا
قاضي حسين كيك العلماء قوري مثلا بشافعية فرميتي جائزة لخوف على مرض جمع تقديما تأخيرا بك أولى أن يفعل أرفقهما به. واستدل له المتولي وقواه وقال الرافعي قال مالك وأحمد يجوز الجمع بعذر المرض والوحل. وبه قال بعض أصحابنا منهم أبو سليمان الخطابي والقاضي حسن حسين واستحسنه الروياني في الحلية. قلت وهذا الوجه قوي جدا. إمام النووي فرمي أم وجه قوية جدا يعني شيء يعني جمع لمرض لخوف لوحل أمثال يمان ده. ويستدل له بحديث ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر رواه مسلم. ووجه الدلالة منه أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض وإما بغيره مما في معناه أو دونه. أم يا بمرض بو يا اشتكي ترك معنى مرض بو يا كم تل مرض بو. ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور. أما فرم مهمة حاجتي نخوش إنساني أترسي لكسي مؤكد تلتا باركسي باراني لأداء. وقال ابن المنذر من أصحابنا يجوز الجمع في الحذر من غير خوف ولا مطر ولا مرض. ابن المنذر فرميتي لكاتي حاجتها أكلي باهي شيء لما نجنبه. حكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي أما أنا مي شافعين. قال الخطابي وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر حديث ابن عباس. إذا مذهب علماء شون مذهب إمام الشافعي مذهب إمام أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور أن لسر أمسا ببي خوفه ببي سفره ببي مطره ببي مرض جائزني يعني أو رأيك وتمان لكاتي حاجته وبريك الجواز يندوك وتمان بارحال نهاية لمذهب إمام الشافعي أقوالك نقلت بارحال أركابرا إذا ابن تيمية كام رأي قلتو بخوي أو رأيه إذا مثلا كابرا فلاح نازانم چیه توانی چی بکا جرجا چی او جمع بکاتو یا کبران نخوش یا شده که از اکری جرجا چی بکا جمع بکاتو نی کاتا عادت ایتا او رایی دروز نیه کبران مثلا بیجه تو متبو هست همیشه نیو جاکو جمع بکاتو دروز نیمه او انده احتمام دا با ما اینه حل متبکه یا برمال دابخا چند دقیقا اوان نیو جبکا لکاتی خویا اما دروز نیه کبرایی برداوم رأی داغم اصلا کبرایی متبی هست پزشکه یا متبی هست یا کاری کی هست برداوم جمعی کاتو دروز نیامه بس جارو بر و قدر یاگه مشکلی کنی انشالله. اما نکته بعدی نویجی کسی کوا نویجی روزوی کسی کوا دائم السفره و چونه از کبرای راند اتوبوسه برداوم لرمضان و طیر رمضان همیشه ولی اینا یا کشتیبانه أما أنا نيوزي عن شون إمام نووي للمجموعة جلدي شوار لابريسد وشلو حفت أما طلباني إشاري بي كردو أفرمي والملاح الذي معه أهله وماله ويديم السير في البحر والمكاري وغيرهم كسوا بكري جيري أجا ولا صفرة أم لا نبي كن يا ملاح كشتيبانه فكلهم لهم القصر إذا بلغ سفرهم مسافة لو قدرت في البر بلغت 48 ميلا هاشمية لكن الأفضل لهم الإتمام. قشت أنا توان إنه يش قصر كان هذا من سفر كان فاصلة بأجر له وش كيادة نزلي بقريب قاته تشلو هشت مايلك يا همان هشتاو كنت كين هشتاو يا كيلومتر كان نص عليه الشافعي إجي إتمام أفضل أبو يعني روجو قلتنا كأفضل نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود وغيرهم إلا أن أبا حنيفة يشترط ثلاث مراحل وقال الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل لا يجوز للملاح القصر لأنه مقيم في أهله وماله. فنويت إمام أحمد كابرائك كشتبان ومالو جنم ناغواتك يجايزني معه تنوره أو أوادر نزلي بلتوه دليلنا أنه مسافر فالحال أميشه لباري أو موضوعات. أما ايا درست نويجي سنة لا سفر ابكي امامي نووي فرمي وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر شرح مسلم جنبي بانج لابريدي وستوكنجا فرمي علماء اتفاق نظري انا استوتو اي نوافل مطلقة لا سفر ابكي نوافل مطلقة يجي ايش سنة نويجي سنة نويجي راتب وانا نبي هر سنة يعني تو نويجي اجازها مستحبيته وتو هاي حتى نويجي كي بيكي بس او داني اقا تو رخصتو اسكتي كم تريب كيتو أي النوافل الراتبة واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة في السفر فكرهها ابن عمر
وآخرون واستحبه الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب. أما استحباب نوافل الراتبة لسفر ابن عمر وبعض كالتان مكروها إمام الشافعي وأصحابي الشافعي والجمهور علماء تيانتي مستحبة أويش أتواني بكي هل واتو أتواني كامل بكي أتواني أويش أبكي أيش أميش لم مورده قم طالب يكيتري ما بي يعني موضوعاتك نياز بالإشارة يبكي إن شاء الله يخين درس يكيتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا